هنا يلعب واحدة حلوة من عابرات القارات في اليمين للسيد عبد الحفيظ. ماشي سيد، ماشي سيد ومعدي وعايز يعدي منتهى الخطورة. هوبا، ايه ده؟ ايه ده يا سيد عبد الحفيظ؟ ايه ده يا سيد عبد الحفيظ؟ اثبتت وجودك يا ابني، اثبتت وجودك يا ابني. الحقيقة أنا قلت يمكن في بداية المباراة السيد عبد الحفيظ الحقيقة أثبت وجوده بسرعة جدا جدا جدا، وقدر يعبر عن نفسه في وقت بسيط للغاية. والنهارده بيكلل جهوده السيد عبد الحفيظ بانطلاقة مدوية من وسط الملعب، يعدي من 4 أو 5 لعيبة من نادي بلدية المحلة ويحطها باقتدار كبير قوي قوي قوي. طب بالورا والقلم، يعني النهارده معانا واحد من نجوم الكره المصريه، من نجوم النادي الاهلي، ترك بصمه كبيره سواء كان لاعب او هو موجود دلوقتي بعد ما اعتزل مدير كوره. طبعا سواء كان قبل كده مدير كوره في النادي الاهلي، حصد عدد من البطولات مع النادي الاهلي. البعض يعني ردد ان الفريق تاثر بعد رحيله عن منصبه وطلبوا بعودته مرة تانية، حتى عاد إلى منصبه مرة تانية مديرا للكرة في النادي الأهلي. واحد بيلقى من احترام الجميع سواء على المستوى الجماهيري أو داخل المسؤولين داخل النادي الأهلي أو خارج النادي الأهلي. هو نجم مصر ونجم النادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي. كابتن سيد، برحب بيك. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. ازيك؟ يعني الأول أنا مبسوط إن أنا مع حضرتك جدا، لأن أنت طبعا يعني واحد من الشخصيات المحترمة، واحد من الـ يعني بيفرض احترامه على الجميع، وأعتقد إن هي يعني من سمات مدير الكرة. ولا في سمات تانية لمدير الكرة غير طبعا الاحترام اللي حضرتك بتتسم بيه؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله على كل شيء. يمكن الحياة في كرة القدم مراحل، زي بشكل عام يعني بيبقى فيها مراحل بشكل عام لأي حد في مجاله، يعني بيبقى فيه وانت لعيب وبعد كده بتخش بقى حاجة تانية في شخصيتك أو في شغلك. في ناس بتفضل انها تكون في المجال الإداري، وفي ناس بتفضل انها تكون في المجال التدريبي، وفي ناس بتروح لرؤية تانية خالص، خصوصا في العشر سنين اللي فاتوا اللي هي الحتة الإعلامية. يعني اعتقد ان من الذكاء ان كل واحد يشوف الصفات او السمات اللي ممكن تناسبه ويبدا يخش في المهنه اللي ممكن تساعد في اظهار صفاته دي. يمكن كنت محظوظ جدا في بدايه شغلي ان انا يعني يكون معايا شغل في ناس كبير عندها خبره في المجال الاداري، سواء في اكاديميه النادي الاهلي. اول شغلي سنه 2006 بعد ما بطلت، يمكن بطلت شويه بدري 28 سنه وشويه. بعد كده اشتغلت في النادي الاهلي كمدير الفرع الاكاديميه في المنصوره، وتحت قياده كابتن محمد رمضان كان هو مدير الاكاديميه. وبعد كده اشتغلت منسق للجنه الكوره وفتحت الاداره في الكرويه، كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب وكابتن طارق سليم. كنت سعيد الحظ جدا ومحظوظ بشكل كبير جدا ان انت تتعامل بشكل كويس قوي ومباشر وعن قرب مع الثلاثة دول. وفي نفس الوقت كان البوزيشن كان عبارة عن منسق، يعني المنسق في النادي الأهلي كان حلقة الوصل ما بين قطاع الكورة، وكان ساعتها كابتن هادي خشبة كان هو مدير الكورة، فكان هو حلقة الوصل ما بين قطاع الكورة ككل. ما كانش لسه فيه مسمى مدير قطاع الكورة، ما بين قطاع الناشئين والأكاديميات وجهاز الكورة الفريق الأول. فما بتاخدش، ما عندكش القرارات المباشرة، لكن انت توصيل لوجهات النظر ككل بينك وبين لجنة الكورة. فعرفت يعني ايه تدير أزمة، عرفت يعني ايه تتعامل بشكل في هدوء، وعرفت كويس قوي ان يعني ايه تاخد قرار النهاردة، وعرفت يعني ايه تاخد قرار بكرة، يعني ايه قرار النهاردة لازم تاخده، يعني ايه قرار بكرة لازم تاخده، وقرار النهاردة يعني لو لازم يتاخد النهارده يبقى يتاخد دلوقتي، وقرار بكره مفيش معنى ولا له معنى ان انت تاخده النهارده، لان انت خده في وقته بما يتناسب ان ليك وديك مساحه ان انت ازاي تفكر.
عشان كمان ما يبقاش فيها حصل عند الناس خلل او اختلاف. يعني ممكن يكون الموضوع ده حصل قبل كده في تاريخ النادي الاهلي واداره النادي الاهلي اتصرفت فيه ازاي، فما ينفعش انت تاخد قرار في موقف كان يعني مشابه للموقف ده ويكون العقوبه مختلفه، فهنا يحصل للناس خلل ويحصل للناس اختلاف ويحصل للناس بعض التصورات اللي هي مش مظبوطه، وتبدا تقارن ما بين قرارات اتخذت في السابق وقرارات في الوقت الحالي. فاذا يعني موضوع الحته الاداريه حته في منتهى تاكيد الاهميه، بيساعدك على كده منظومه في النادي الاهلي سواء في المره الاولى او المره الثانيه، بيساعدك منظومه النادي الاهلي هي اسهل منظومه تشتغل فيها لان السيستم محطوط طبعا طبعا هي مش ابتكار منك، والعمليه كلها ان انت داخل على منظومه اساسا هي مترتبه، يعني البيت اساسا مترتب، الصلاحيات موجوده والاختصاصات موجوده، ما فيش عيب ابدا لما يبقى اتسال سؤال هو مش في تخصصي، ومش عيب ان انا اقول ما اعرفوش او ما عنديش المعلومه الكافيه عنه، مش اديك المعلومه المظبوطه لان ده اختصاص فلان مثلا، مش عيب خالص يعني، ولا فيها الا قله قيمه ولا اي حاجه اطلاقا يعني. فالاختصاصات كانت موجوده في النادي الاهلي من قديم الازل على فكره، مختار التتش عمره ما كان عضو مجلس اداره في النادي الاهلي ولا كان رئيس النادي الاهلي، لكن عنده رصيد كبير جدا 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 عند النادي الاهلي وعند جماهير النادي الاهلي، وكتير ما يعرفش ان مختار التتش ما كانش عضو مجلس اداره في النادي الاهلي ولا كان رئيس النادي الاهلي، لكن هو كان اختصاصه المنظومه الرياضيه في النادي الاهلي، ما كانش لسه مسمى مدير الكره انشئ في الوقت الحالي يعني او في وقته ده يعني. فاللي عايز اقوله ان في حاجات كتير جدا انت بتتعلمها سواء كان في النادي الاهلي وانت ناشئ او ما تكبر يعني. الحمد لله على كل شيء، ده يعني حاجه كويسه انا فرحان بيها وسعيد بيها بالتاكيد، لكن في النهايه يعني يبقى التوفيق ويبقى النتائج بيبقى عليها عامل اكبر يعني. حضرتك بدات بدايه يعني موفقه او كنت محظوظ مع محمد رمضان في اكاديميه المنصوره، بعد كده بدات تقرب شويه من اصحاب القرار داخل النادي الاهلي في التوقيت دوت، الكابتن حسن حمدي، الكابتن الخطيب، التعامل مع الكابتن هادي خشبه كمان، والتقرب كمان الى مانويل جوزيه. قول لي قبل ما اتكلم على مانويل جوزيه والقصه دي كلها، يعني اهم السمات اللي انت اتعلمتها من حسن حمدي والخطيب، يعني ايه اللي خلاهم فرقوا بعد كده معاك؟ بص انت بتتعلم من النادي الاهلي بشكل عام، لكن انا زي ما قلت لك سعيد جدا وكنت محظوظ جدا في التوقيت ده. ازاي تدير ازمه، ازاي تتعامل مع موقف، ازاي تتعامل مع نجوم كبيره، ازاي تتعامل مع لعيبه كبيره، ازاي تتعامل مع ناشئ، ازاي تتعامل مع ظروف محيطه، ازاي تتعامل مع منافس، ازاي تتعامل مع نفسك، ازاي تتعامل مع الاداريين اللي معاك وعمالك والناس اللي موجوده حواليك. ده شيء مهم جدا في الاداره، مهم جدا ان انت تبقى عارف كويس قوي ايه الخطوه اللي انت واقف فيها وواقف فين، وايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش، وايه التصريحات اللي ممكن تدلي بيها، وايه السكوت يبقى امتى، والمواجهه تبقى امتى، والكلام يبقى امتى. قلت لك ان انت تتعامل مع موقف او تاخد قرار النهارده وقرار تاخده بكره لو عندك مساحه من الوقت يعني. فانت بتتكلم في حته مهمه جدا جدا جدا، ازاي تتعامل مع الناس اساسا، ازاي تتعامل مع الاعلام، ازاي تتعامل مع صاحب الراي ووجهه النظر تمام، والمنتقد والمهاجم. في فرق شاسع ما بين الثلاثه، في واحد بيقول وجهه نظره حتى لو انت مختلف فيها هو حر تمام، وفي واحد مهاجم او معادي. ازاي تقدر تفصل ما بين الثلاثه دول، وازاي تقدر تتعامل مع الثلاثه دول، وازاي انت كمان تحافظ على اسم النادي الاهلي تمام. فانت في النهايه بتتعامل هو اهم بالنسبه لك كله يعني، حتى مع اللعيبه يعني. اللعيبه كلهم لهم كل الاحترام والتقدير، اللعيبه كلها ليها كل الاحترام والتقدير، اللعيبه كلها عارفه كويس قوي سواء كانت بتلعب او ما بتلعبش، بتشارك ما بتشاركش، ان هي ليها احترام وليها احتراف عندنا، وليها حقوق عندنا، الحقوق الماليه والحقوق الاحتراميه يعني. مش عشان انت ما بتلعبش يعني فمش مهم بالنسبه لنا، وان حقوقك بقى يعني تتعذب عشان تاخدها ابدا. وكمان مش عشان انت بتكسبني يبقى انت هتاخد ميزه احلى من الناس التانية، او انت كان مثلا يعني عندك افضليه في الفتره الحاليه، او عندك حالتك كويس قوي ان انت تاخد ميزه عن الناس التانية. لا طبعا، هي المنظومه واحد يا اسلام، المنظومه واحد، احسن واحد موجود عندنا هيتعامل بمعامله واحده، واقل واحد في الفتره الحاليه كحالته يعني تمام برضه هيتعامل بنفس المعامله. لكن وجهات النظر التدريبيه او وجهات النظر الفنيه بتختلف من مدير فني لمدير فني. مدير فني عايز يلعب سيد النهارده، مدير فني عايز يلعب سيد بكره، مدير فني مش عايز يلعب سيد خالص. دي وجهات نظر في النهايه بتحكمنا النتائج يعني. لكن انت بتبقى عندك ثقه تماما في النادي الاهلي من 1911، دي اول فرقه للنادي الاهلي يعني، هو انشئ 1907 لكن اول فرقه كانت 1911. قيس اي حاجه بالشكل اللي بقوله لك ده،
اسال السؤال ده لاي حد لعب في النادي الاهلي, شارك او ما شاركش, لعب او ما لعبش, خد نصيبه من اللعب ونجوميه او ما خدش. عايز اقول لك يعني الناس دي محترمه جدا, الناس دي كان تعامل معاها 10 على 10. عشان ده عشان كده يبقى ده دورنا, لان اللي سلمنا الرايه ووصلت لحد عندنا تعب قوي في الحته دي عشان توصل ليك, واحنا دورنا كمان ان احنا نوصلها لغيرنا, لحد هيخلد في مكان ولا حد هيبقى قاعد على كرسي طول الزمان, مفيش كده. لكن لما يوصل لواحد بعدك وده حال الدنيا, النهارده انت موجود بكره ما تبقاش موجود, في الفتره اللي بعدها تبقى موجود, وهكذا ده حال الدنيا. لكن لما يوصل لك, لما يوصل لغيرك, يوصل بنفس التاريخ وبنفس الاحترام ونفس الايمج, المكانه والقيمه, تمام. عشان كده دي عباره عن امانه, عشان كده بقول دايما احنا في مساله امانه, امانه تاريخيه, اللي بعدي واللي بعدي واللي بعدي واللي بعد. عشان كده مش من المنطق, مش من المنطق ولا من حب المكان ان انت حد يقطع في اللي قبله او حد يقطع في اللي بعده وهكذا. خلاص في وجهات نظر, فلان ادى اللي عليه وربنا وفقه, وجات فتره كان لابد التغيير, خلاص بالتوفيق ليه وربنا يكرمه, والف الف 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 شكر اللي قبله وهكذا. بس طيب كابتن سيد, يعني حضرتك كنت موجود فتره من الفترات, خدت بطولات مع مانويل جوزيه, وبعدين مشيت من الاهلي, بعدين رجعت تاني. يعني مش من الصعب, يعني مش من السهوله ان يتم المطالبه بعوده حد رحل في ظل وجود مجلس كما اعتدنا يعني في الإدارة في مصر, إن طالما واحد اختلف مع مجلس معين أو مع مسؤولين لا زالوا بيديروا المسؤولية داخل النادي دلوقتي أو داخل أي نادي, من الصعب إن هو يعود مرة تانية. قل لي إيه اللي, يعني إيه اللي يخلي الناس أو المسؤولين في مجلس الإدارة ترجع سيد عبد الحفيظ؟ هل هو ضغط إعلامي؟ هل هو ما تعرضت أو ما تعرضوا لي في الموسم اللي فات من تعيين مع كامل الاحترام للكابتن وائل جمعة أو الكابتن علاء عبد الصادق, وبالتالي التجربة الناجحة الفترة ديت مش محتاجة تجارب, وبالتالي تم الاستعانة مرة تانية بالتجربة الناجحة اللي كانت موجودة قبل كده اللي هو سيد عبد الحفيظ؟ ليه وما تقولش ان ليه وجهات نظر وان بتاعت مراحل, وان انا بديك الحق المطلق في اختيار ليك وبسندك. يعني انت بتسندك, اللي بيحب المكان سواء كان داخل المكان او خارج المكان برضه هيفضل يحب المكان. يعني لو قلنا كل اللعيبه اللي لعبت في تاريخ النادي الاهلي مثلا, اللي ممكن تعدي ال 480 او 490 في الوقت الحالي لاعب على مدار تاريخ النادي الاهلي, كلهم هدف واحد ان النادي يكسب, تمام. لكن في مراحل في الحياه, وفي اختيارات وفي وجهات نظر. المرحله اللي فاتت ممكن ما كانتش تبقى بتاعتي, تمام, وممكن بعد كده ما يبقاش بتاعتي برضو, ايه المشكله؟ ما فيهاش لا هي فيها ازمه ولا فيها قضيه ولا فيها مشكله خالص. بالعكس, الناس ساعات بتكبر الدنيا قوي, وانت موجود النهارده ممكن ما تبقاش موجود بكره. هل ده ياخد من حقك او ياخد او ينتقص من قيمتك او ينتقص من قيمه اللي قبلك؟ لا طبعا. يعني الاسماء اللي انت ذكرتها سواء كان كابتن علي عبد الصادق او كابتن وائل جمعه, على فكره هم حققوا بطولات برضو. يعني حققوا الكونفدراليه لاول مره في تاريخ مصر كلها في مسماها الجديد ياخدها النادي الاهلي في عهدهم, يا السوبر, تمام, المحلي, عندك بطوله الدوري والكاس وبتحصل, ما فيش مشكله. فاذا انت خدت بطولتين من اصل 4 ولا حاجه, لكن في النهايه كان في فتره فيها تغيير, خلاص فيش مشكله. في اتصالات على فكره, يعني بيبقى في اتصالات وفي اسئله وفي استشاره. اتصالات يعني حضرتك بتبقى متواصل مثلا مع وائل جمعه, مع لعب صادق, متواصل مع اي حد؟ الكل دي النقطه اللي الجميع لازم يحافظ عليها. انت موجود فبتتواصل مع اللي قبلك وهتتواصل مع اللي بعدك, هو ده النادي الاهلي على فكرة. انت موجود النهاردة هتشوف فيه حصل اي حاجة او اي استفسار, ايه المانع؟ مفيش مشكلة خالص. او حصل حتى وجهات النظر, او انت تاخد وجهة نظر, ايه المانع؟ احنا طول عمرنا بناخد الطريق ده. هما كانوا بياخدوا وجهة نظرك وانت مش موجود في بعض الاوقات؟ بالتأكيد, يعني في بعض الاوقات وخصوصا في البدايات, لان في بتبقى حاجات مرتبطة. ما هو اللي بياخد الكلمة يا كابتن اسلام مش السيد, اللي بياخد الكلمة هو النادي الاهلي. وكذلك لما بياخد الكلمة وائل جمعة, مش كابتن وائل جمعة اللي بياخد الكلمة هو النادي الاهلي, واللي بياخد الكلمة كابتن علاء صادق مش اللي بياخدها علاء صادق او كابتن علاء صادق, اللي بياخدها النادي الاهلي. فانت مهم قوي ان المفهوم ده يوصل للناس ويوصل للعيبة ويوصل للتعامل مع اي حد, ان انت المفهوم ده افتقد في الفترة اللي فاتت. ليه؟ الحمد لله رب العالمين, انت عندك حالة من الاستقرار, هي
تمام، اللعيبه موجوده بشكل ملتزم جدا. عشان كده بقول لك هو سهل جدا. يعني انت لو النهارده انا ما روحتش التمرين اللعيبه هتتاخر. كابتن سيد، يعني انا حضرت مثلا، بكلمك بمنتهى الامانه، حضرت معسكرات للنادي الاهلي. انا كلام على مسؤوليتي انا، معسكرات للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كان هناك وقت جريده، كان هناك نوع من الفوضى. بحضر دلوقتي، او يعني مش عشان حضرتك وبس، او بكلم حضرتك وبس، منذ تولي الكابتن زيزو وتعيين حضرتك بعد كده، بلاقي ان الموضوع فيه انضباط وفي التزام. قول لي ايه الفارق؟ انا ما شفتش الفتره اللي انت بتتكلم عليها، بالعكس انا كنت حاسسها وكنت متواصل مع الناس. انا ما حسيتش ده، يمكن انت حسيته، كل واحد له احاسيسه وانت احاسيسك عاليه ما شاء الله. لكن في النهايه انا بكلمك على وضع النادي الاهلي، التواصل مطلوب جدا، الاحترام مطلوب جدا جدا، والناس كلها بتنجح، بدليل ان قلت لك الاسمين اللي انت ذكرتهم سواء كابتن وائل جمعه او كابتن علاء صادق نجحوا بشكل كبير جدا في قيادتهم للفرقه. فانا جاي بتواصل معاهم، ولو عندي اي مشكله مش هتردد ثانيه ان انا اسال واحد فيهم، او عندي استفسار مش هتردد ثانيه. والكل لازم يحافظ على ده، يعني ده دور، ده مش مثالية، ده واقع احنا عشناه، واقع احنا عشناه من يوم ما دخلت النادي الاهلي 13/6/89. احنا بنتعامل بده، اللي جاي النهارده بيسال اللي قبله بدون اي زعل وبدون اي حرج، واللي قبله بيديله النصيحه او بيديله استكمل مسيره. يعني استكمل مسيره، انت بتجي تكمل، انت ما بتبداش من نقطه الصفر. ما فيش حد عندنا في النادي الاهلي بيبدا عشان كده البطولات مستمر، عشان كده البطولات مستمره والسيستم موجود. يعني انا دايما بقول السيستم هو اللي بيشغل، يعني مش الاسماء، بدليل ان من زي ما ذكرت لك مثلا، يعني كابتن مختار التتش او كابتن صالح سليم او كابتن حسن حمدي او كابتن محمود الخطيب او المهندس محمود طاهر، البطولات كلها موجوده. كابتن محمد عبد صالح الوحش، اي حد مجالس اداره او لعيبه او اداريين، الكل بيكمل، الكل ما فيهوش عيب ولا فيه حساسيه. عشان كده مش عايز حاجه تبقى توصل عند الناس. كابتن سيد، بس كان في امور جديده على النادي الاهلي الفترة اللي فاتت، تلاقي وانا بكلم حضرتك بوقائع، تلاقي مؤمن زكريا، وده اللي انا فاكره وحاضرني دلوقتي، مؤمن زكريا بيركل الازازة او بالظبط. بتلاقي رمضان صبحي بيقف على الكورة. اتفضل. مش معنى ان ما بنلاقيش عقوبات وقتها. لا طبعا اكيد في عقوبات، يعني بس ما تكلمنيش على اللي فات بقى، كلمني على اللي جاي. لكن انا بكلمك مش معنى ان انت يعني بتعمل نظام ان مش هيبقى فيه في وقت من الاوقات معايا شخصيا، حتى في 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 الاداره الاولى او في لما كنا ماشيين مع مانويل جوزي، مع اي حد بتحصل، لكن كيفيه مواجهتها ده مهم جدا. اثنين وثلاثة واربعة، ان انت عندك يعني التزام شديد جدا ومرونة شديدة جدا في نفس الوقت. احنا في النادي الاهلي بنقول دايما ان انا بيني وبينك في التزام شديد قوي 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 قوي، وفي مرونة شديدة جدا. اللي يفهم ده تمام هو اللي بيكمل معاك، واللي ما يفهمش ده هتبقى هي دي المشكلة. مفيش عشم في النادي الاهلي، مفيش عشم. تاني المبدأ ده، لان مبدأ مهم جدا، اللي هيفهم دوت هو بيكمل. اللي بيحصل له خلل في الفهم ده بتلاقي عمره قصير في النادي الاهلي. اللي هو ايه؟ اللي هو ان انت بتدي مرونة جديدة جدا في التعامل، وهزار وضحك وتقارب بشكل كبير جدا، والتلاقي، وممكن تتقابل في مكان، وممكن يبقى فيه عزومة، وممكن يبقى فيه حاجات اسرية كمان. لكن تاني يوم الصبح لو ما جيتش في ميعادك انت عارف ان هيتخصم لك، مع ان احنا ممكن نكون متعشين مع بعض بالليل مثلا، انت عارف كويس قوي كده، وما تجيش هتزعل مني، بالعكس، لان انت عارف ان ده السيستم. النهارده احنا قاعدين بنتفرج مثلا على حاجه، ولو واحد خرج بدون استئذان بيتخصم له فلوس، وهو عارف كده ومش هيزعل. خلاص النهارده احنا مدين ميعاد، الميعاد ده الساعه كذا، لو اتاخر مش هيجي يقول لك يا كابتن والنبي عشان خاطري وما اعرفش ايه، ولا هيقول لك طب انت ما عملتش مع فلان كذا، لان هو عارف ان الطريق واحد والمعامله واحده. انا بتعامل معاك باحترافيه شديده جدا وباحترام شديد جدا، لكن في اسم اكبر مني ومنك، هو اسم النادي الاهلي، تمام، لازم كويس قوي تبقى محافظ عليه. فاذا انت داخل منظومه زي ما قلت لك هي سهله، العشم فيها هيضر المنظومه ديت، فعشان كده مش موجود. لكن مهم قوي ان انت تحافظ على الرموز، ده مهم، مش عشم، يعني مهم قوي 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 في عندنا في النادي الاهلي ان انت تحافظ على اسماء معينه تفضل بالشكل الكبير قوي عند الناس. هيجي يقول لك دي تفرقه، يعني بعض اللعيبه يقول لك مثلا ايه، ممنوع الاقتراب من، خليني اقول لك بالاسماء، مثلا حسام غالي، عماد متعب، احمد فتحي، شريف اكرامي، الاسماء النجوم الكبيره او كباتن الاهلي ممنوع الاقتراب، او يعني هم فوق العقاب والحساب. مين قال كده يعني انت عندك مواقف النادي الاهلي السابقه والحاليه والقادمه كلها ما بتقولش الكلام ده خالص. مهمه القادمه،
لا مهم، ما هو ده وضع طبيعي، لان انت بقول لك انت بتحافظ على رولز موجوده يا كابتن اسلام، بتحافظ على نظام موجود. حلو، النادي الاهلي مش معنى كده ان مش هيبقى فيه حد مش هيغلط، لا انت مش في المدينه الفاضله، اكيد في اخطاء هتحصل تمام، لكن التعامل معها ده مهم. اثنين وثلاثه بما لا يعني يحصل فيه تجاوز للعيب، لان هو نجم بالنسبه لنا، نجم وبالنسبه للناس نجم، فمهم جدا ان انت تتعامل معه باحترافيه عاليه جدا واحترام عالي جدا، ولكن بتبقى فيه مصلحه للنادي وفي اسم النادي، ده اكبر مني واكبر منك تمام. هو ده اللي احنا بنتعامل معه والمبدا اللي احنا عايشين عليه. كابتن سيد، يعني حضرتك برضو بتكلمني على فترة مانويل جوزيه، وهي الفترة الأولى اللي بنكلمك على كل الفترات. لا أنا بكلم حضرتك على بالنسبة لك أنت، بالنسبة للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، هل الفترة دي فرقت معاك؟ البعض بيقول إن سيد عبد الحفيظ نجح لأن بقى في لغط دلوقتي إن نجوم الكرة أول لما بيبطلوا، وانا عارف ان حضرتك خدت جزء اداري في المنصوره وفي اكاديميه الاهلي، لكن انا عايز ارجع ان نجوم النادي الاهلي اللي بيبطلوا هل يتعينوا على طول مدير شؤون لاعبين، مدير كوره بحجم نجوميتهم وشعبيتهم زي حضرتك؟ وهل ساعدك مانويل جوزيه، يعني شخصيه مانويل جوزيه ساعدتك في البدايه وخلتك تنجح وعملت الشخصيه اللي دلوقتي موجود عليها سيد عبد الحفيظ؟ اي حد قابلني فاكيد ساعدني، اي حد قابلني في المنظومه في الفتره اللي فاتت اكيد ساعدني، زي ما دلوقتي الناس بتساعدك. يعني هو كابتن عبد الرزاق شايف هو مدير القطاع بيساعدك بشكل كبير جدا، المجلس الاداره بيساعدك بشكل كبير جدا، لما بتقدم اقتراحات او بتقدم لائحه او بتقدم وجهات نظر بيتم المناقشه فيها او التعامل معاها، وفي نفس الوقت بيتم المساعده. فاذا انت برضو هرجع اقول لك المنظومه دايما يا كابتن اسلام، مين اللي جه فيها تمام، مين اللي جه فيها ومين اللي موجود فيها، فالكل عايز هدف واحد هو نجاح النادي، مظبوط؟ حد يختلف على كده؟ محدش يختلف على كده تمام. لكن بعد ما بتبطل على طول، بقى بدايه السؤال بتاعك يعني، مين بعد ما بتبطل على طول؟ كل واحد بيبقى عارف قدراته، كل واحد بيعرف القدرات بتاعته، قدرات بتاعتك يعني، القدرات اللي عندك. في فرق ما بين يعني النظام او الاداره والقياده، يعني في فرق ما بين في فرق ما بين النظام او الاداره والقياده. بالتأكيد ممكن واحد يبقى داخل المنظومة جيد جدا، لكن على المستوى القيادي لا مش جيد تمام. يعني المنظومة ممكن ان انت حضرتك ترتيب اوراق، ترتيب اولويات، ترتيب افكار، دي منظومة وادارة برضو مفيش مشكلة. لكن القيادة دي معناها ان انت بتبقى بتقود مجموعة او بتقود مؤسسة او بتقود فريق، وده مهم جدا ان الناس تبقى فاهمها تمام. هتقابل بقى مواجهات، هتقابل قرارات، هتقابل اشياء، لابد ان انت تكون مقنع تمام. التون بتاع الصوت نفسه بيبقى عند المجموعه. النجوميه بتفرق في الاقناع، في اقناع اللاعب بتساعد مش بتفرق، بتساعد طبعا تمام، لكن الاساس الشخصيه طبعا. يعني ممكن مش بالضروره تبقى نجم عالي قوي تمام عشان تبقى قيادي عالي قوي، ده مش ضروري، لكن تساعدك في حاجه. بس كابتن سيد، يعني تلاقي اللي نجحوا لغايه دلوقتي مثلا كمدير للكوره في النادي الاهلي، الاسماء الكبيره مثلا كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، كابتن طارق سليم، النجوم، كابتن ثابت البطل طبعا يعني، وبعدين فتره كبيره، وكابتن محمد رمضان، وحضرتك دلوقتي، فالاسماء الكبيره، اذا النجوميه ليها دور. انا قلت لك بتساعد، يعني كل اللي خدوا المنصب ده تمام كلهم كانوا نجوم بشكل كبير جدا، كل اللي خدوا المنصب تمام كلهم اللي بلا استثناء نجوم بشكل كبير جدا، وبتساعدهم النجوميه، بتساعدهم هو بيتكلم مع اللعيبه او بيتكلم حتى مع الاعلام، ده مهم بتساعدهم. لكن زي ما بقول لك الشخصيه بتفرق، الشخصيه. وكمان مش عيب ان انا لما اكون عندي يعني فرصه ان انا اخد راي او ان انا استشير حد تمام بشكل كبير، بس يكون اهل ثقل كده، ده مهم جدا برضو، مش عيب، لا هينقص منك ولا هياخد منك ولا حاجه خالص. ايه المشكله؟ إيه حتى لو اصغر منك برضو، ايه المشكله؟ يعني دايما الحياه بتبقى فيها بعض النقاط او المفاهيم اللي لابد ان انت تفهمها عن نفسك الاول قبل ما تفهمها عن خيرك تمام. في وقت من الاوقات ايه المشكله ان انت تشوف السابق عمل ايه، اللي قبلك عمل ايه. وبرضه ارجع اقول لك ده النادي الاهلي،
هو ده النادي الاهلي عشان يكمل المسيره دايما على طول على طول. ان انت بتسال اللي قبلك، انا بقول لك ما عنديش مشكله اطلاقا اني اسال الناس اللي قبلي ابدا، وما عنديش اي ازمه لو مشيت ان انت تساعد الناس اللي بعدك. تمام. بس كابتن سيد يعني انا معلش مركز لي في جزئيه مدير الكوره وعليك تحديدا لانها غريبه مش موجوده في مصر شويه، اللي هي ايه؟ هقول لحضرتك ان واحد يمشي السنه اللي فاتت، وانا بكرر لك السؤال، ويجي مع نفس المجلس السنه دي ويبقى المطالبه بيها، يعني مش عايزه ابالغ لكنها شبه اجماع، سواء شبه على المستوى الاعلامي او المستوى الجماهير. يعني انا مشيت مع النادي الاهلي ورجعت مع النادي الاهلي، ده المفهوم بتاعي. يعني انت مشيت مع النادي الاهلي ورجعت مع النادي الاهلي، مش مع اشخاص، لا انت مشيت مع النادي الاهلي وده وجهة نظر كانت موجودة ورجعت بوجهة نظر النادي الاهلي. البعض كان بيحسبك ان ان انك انت محسوب على حسن حمدي والخطيب و انت عايز تدخل الامور في بعضها، ودي سياسة بتاعتك يعني، صباح الفل عليك، خدت بالك وانا مركز معاك قوي برضو يعني فاهم. فبشكاتب مش هيلعب على بشكاتب يعني. هي الفكرة باختصار، انا عندي النادي الاهلي يا كابتن اسلام، النادي الاهلي، النادي الاهلي مين موجود فيه في الوقت الحالي فهو النادي الاهلي، مين مش موجود فيه في الوقت الحالي فهو برضه النادي الاهلي. تمام. انت بتتعامل لصالح النادي الاهلي تمام، ولصالح نفسك عشان تبقى برضه واقعي ومنطقي مع اللي بيقدامك، وهتبقى واصل للناس بشكل كبير. انت بتتعامل برضه لنفسك شويه، ان انت عايز تنجح. تمام. عايز تنجح، عايز تساعد النادي وعايز تخدم النادي وعايز يبقى النادي في اعلى مكان في افريقيا مش في مصر بس، لان ده مكانه. تمام. وزي ما قلت لك ان انت مطالب محافظه على اللي انت وصلت له او اللي وصل لك يعني، في نفس الوقت بتبقى فيها جزء نفسي ان انت عايز تنجح يعني. هل تفكيرك ده اللي خلاك انت عضو في النادي الاهلي؟ مظبوط. اه. خلاك انك انت بعيد عن الانتخابات، او يعني شفنا نجوم الكوره مثلا السابقين او نجوم الكوره بصفه عامه، وانت حضرتك كنت مسؤول وقتها يعني انت كنت مش ظاهر وكنت باعد اللعيبه بتوعك. هل ده بحكم المسؤوليه ولا هي ديت فكر سيد عبد الحفيظ؟ بحكم السيستم بتاعنا يعني. الفتره يعني ممكن تكون على مدار تاريخ النادي الاهلي، تاريخ النادي الاهلي كله، فانت عشان بتقول تاريخ لازم تقول حقائق. تمام. على مدار تاريخ النادي الاهلي اعتقد ان مره او ممكن ما تزيدش عن كده كان فيها مشاركه من لعيبه الكره اللي بيلعبوا في الوقت ده، لكن غير كده احنا بنبقى واخدين قرار ان لا لعيب الكوره ولا اللي شغال في النادي الاهلي ولا المسؤول في النادي الاهلي يشارك في العمليه الانتخابيه سواء كانت الرياضيه او السياسيه. فانت مش ما يشاركش في العمليه السياسيه يعني، ما يبقاش فيها له تواجد في العمليه السياسيه. فاذا انت ده نظام زي ما قلت لك يا كابتن اسلام، انت حاطط نظام ما يكونش فيه توجه سياسي يعني، ما يكونش فيه بالظبط كده. فانت بتتكلم في دايما في حاجتك اللي اتعلمتها في النادي الاهلي. بص، النادي الاهلي هو النادي الاهلي يعني، قديما النادي الاهلي وحديثا النادي الاهلي وبعد كده النادي الاهلي. المطلوب دايما ان احنا نحافظ على قيمه النادي الاهلي، على مكانه النادي الاهلي. تمام. يعني دي لو تيجي في الترتيب تيجي قبل البطولات كمان، ان قبل البطولات طبعا قيمه النادي الاهلي، مكانه النادي الاهلي عند الناس. تمام. المكانه التاريخيه اللي وصلت لنا زي ما قلت لك ديت، دي امانه عندنا لازم توصلها. عشان كده انت بتقول للعيبه كده، بتقول للعيبه الموضوع مش موضوع حريه شخصيه، مش اي لعيب يجي يلعب النادي الاهلي، لان انت الاول شخصيته تتناسب مع النادي الاهلي ولا لا تتناسب مع النادي الاهلي، مش مساله كفاءته او قدراته، دي مرحله تانية على فكره مش مرحله اولى. يعني الشخصيه بتاعته تتناسب مع النادي الاهلي، مع شخصيه النادي الاهلي، مع مكانه النادي الاهلي، التواجد بتاعه في مكان ما يتناسب مع لعيب النادي الاهلي، يتناسب مع اسم النادي الاهلي، يتناسب مع قيمه النادي الاهلي. هل هو مدرك ده ولا مش مدرك ده؟ هل هو مدرك فانيله النادي الاهلي ومكانتها وتاريخها واسمها وسمعتها ولا مش مدرك ده؟ مش القدرات بس يا كابتن اسلام بس. يعني برضو واضح يعني، عايزك تقول لي ايه اللي سيد عبد الحفيظ اتعلمه من المره الاولى كمدير للكوره مش هيكرره المرة دي كمدير للكورة برضه؟ وهل المرحلة تختلف يعني، وهل المرحلة ديت أصعب من المرحلة اللي فاتت؟ شايف الفترة اللي جاية بالنسبة للنادي الأهلي في وجود سيد عبد الحفيظ كمدير للكورة عاملة إزاي؟ طيب، هو برضو هرجع اقول لك، انا دخلت المره فاتت النادي الاهلي والمره دي داخل النادي الاهلي نفس الشعور ونفس الـ 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 الاهداف اللي انا دخلت بيها. المراحل بتبقى اصعب،
المراحل بالعكس ممكن تبقى في بعض الأوقات أسهل على فكرة. يعني المرحلة دي أسهل؟ المرحلة الأولى اللي احنا دخلناها لو تتذكر كانت في 2010. المرحلة دي كانت مرحلة صعبة جدا علينا على فكرة، ودخلنا في عدة من عدة أمور ومشاكل وأزمات ما كناش احنا السبب فيها، كنا حاجات خارجية. دخلنا في ثورة 25 يناير، وبعد كده أحداث بورسعيد، وبعد كده الأحداث الأمنية اللي كانت في مالي لو تتذكر، وبعد كده توقف دوري وأمور مختلطة بشكل كبير، لكن تبقى شخصية النادي الأهلي في كافية التعامل. الشخصية دي كانت موجودة في اللعيبة بشكل كبير جدا، كانت موجودة بشكل كبير قوي على المستوى الإداري والمستوى الفني. ففي حلقة من الوصل دايما احنا بنقول للعيبة بتاعتنا، احنا بنتعامل كعيلة واحدة. انت بتدافع عن النادي الأهلي كأنك بتدافع عن بيتك، يعني وانت بتدافع عن النادي الأهلي سواء كان في الملعب او خارج الملعب. ما هو الدفاع عن قيم النادي الأهلي ده دفاع على فكرة، وضع نظام يحط يتناسب مع النادي الأهلي هو الدفاع عن النادي الأهلي. فأكنك بتدافع عن بيتك، أكنك بتدافع عن أسرتك، أكنك بتدافع عن أهل بيتك يعني. فبالتالي المرة الأولى هي كانت للنادي الأهلي، والمرة الثانية هي المرة للنادي الأهلي. لكن سيبنا من المرة الأولى وسيبنا من المرة الثانية، خلينا نتكلم في الواقع اللي أنا فيه. الواقع اللي أنا فيه إن كل عايز يعمل حاجة بشكل كبير قوي للنادي. اتنين، ان انت عندك ركائز اساسية موجودة متمثلة في لعيبة عندها خبرات وعندها اسماء كويس قوي. دايما بقول عليهم من المرة الاولى هم دول العكاز بتوعك. مش كل حاجة انت بتقولها للعيب الصغير، مش كل حاجة انت عايز تبلغها، يعني تبقى كل يوم رسالة، كل يوم كلام، كل يوم زن، كل يوم يعني في بعض الأوقات يحصل نوع من عدم التركيز حتى لو قلت كلام مهم جدا. ملل يعني لازم يبقى عندك السنس ده. ففي وقت بدل انت ما تتكلم، لا خلي اللعيب الكبير هو اللي يتكلم. تمام، ممكن يبقى تأثيره في بعض الأوقات، في بعض الأوقات أكبر منك طبعا، يعني في بعض الأوقات ممكن يبقى التأثير أكبر منك. تمام، أكبر منك في التأثير، والهدف المصلحة العامة، المصلحة بتاعت النادي الأهلي طالما اتحققت بقى. تمام، بسيد أو بغيره أو محمد أو سين أو صاد أو عين، خلاص يبقى ده كويس قوي. فهي فهمه بس يعني الاولويات المراحل يعني. طيب هل مثلا ان الاهلي بعيد عن البطولات الموسم اللي فات دوت، ده مخلي فيه ضغط عليك، مخلي فيه ضغط على الجهاز الفني، فيه ترقب، فيه حاله من الناس مستنيه بالبلدي، الناس عايزها، الاهلاويه عايزين الاهلي يرجع مره تانية للبطولات، ففي ضغط اكبر عليك المره دي؟ لا، ما فيش ضغط، ولا يعني ما فيش ضغط اللي هو الضغط اللي يوصلك لدرجه التوتر او التنشنه او العصبيه، لا خالص. بالعكس، هو ممكن يبقى فيه مسؤوليه، ودي برضو هرجع واتكلم فيها، لان دايما انا بستخدم حته الشخصيه دي مهمه جدا الناس تبقى عارفاها سواء كان لعيبه او جهاز فني في الوقت الحالي. تمام، ان يبقى فيه مسؤوليه عليك، ما فيش توتر عليك، ما فيش عصبيه عليك، تاخدش الامور بشكل عصبي. دايما مفهوم برضو ان انت ازاي تمتع الناس وانت جواك مش مستمتع. انت لازم تبقى مستمتع جدا، لازم تبقى فرحان جدا ان انت بتيجي التمرين. في فرق شاسع ما بين ان انا لازم اروح التمرين، تمام، وان انا حابب اروح التمرين. يعني طالما انت حابب تيجي النادي ده مهم جدا بقى بالنسبه لنا. هتلاقي نفسك مشغول دايما في كل حاجه، مشغول عشان كده بتعملوا ماتشات خماسي وفرق بسيرو بتكسبك على طول. لا بالعكس والله، اخر مره يعني ده 1-1 يعني، كسبني ماتش وانا كسبته ماتش يعني. بيلعب كويس. كويس بيصيروا الضغط اللي عليه والرفض الجماهيري والحملات اللي كانت موجودة على الفيسبوك دي تأثرت معاك؟ انت قعدت معاه مثلا، اتعاملت معاه ودي تأثرت في بكرة يعني؟ كلمني دايما في بكرة. لا بس ده مرتبط ببكرة. لا لا لا، ده مرتبط ببكرة لان بيصيروا موجود في الفريق وتعرض لحملة. اولا انت كنت شايفها ازاي وتعاملت معها ازاي؟ بص برضه هرجع المفهوم كله، الناس دايما بتبقى بترتبط بالانجازات والبطولات. تمام، بيبقى فيه قبول في الاول طبعا، وده وضع طبيعي جدا، حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لكن بيلزمها بيتلازم معها البطولات والانجازات والنجاحات. مانويل جوزيه تمام، بطولاته عملت رصيد كبير قوي عند الناس، مظبوط، بقى مقنع جدا عند الناس في اي حاجه بيعملها عشان البطولات بتاعته. تمام، وده وضع طبيعي جدا. تمام، فاذا النتائج يا كابتن اسلام، عشان كده انا بسهل على نفسي اي حاجه، بسهل على نفسي اي حاجه في المفهوم اللي جاي ده. خلاص، النتائج بتبقى ليها دور مهم جدا 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 في حاجات كتير. في الاقناع، النتائج بيبقى ليها دور مهم جدا 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 في خبر ممكن يبقى صحيح. تمام، فالناس هي اللي ترد عليه،
هو خبر سلبي صحيح الناس ترد عليك وانت ما تبقاش محتاج ترد، والنتائج ممكن تتقال في خبر سلبي ومش صحيح تمام، وانت مطالب ان انت تطلع تدافع بشكل مش طبيعي. عشان كده النتائج كانت ايجابيه والمره الثانيه كانت النتائج سلبيه، فهي النتائج، فانت رايح دماغك على الاخر يعني. طالما النتائج كويسه والنتائج ماشيه بشكل كويس والنتائج بشكل هايل، هتبدا تاخد خطوات عند الناس، هتبدا تاخد رصيد عند الناس. بس من ضمن برضو الاتهامات اللي ليه انا سامح ده، انا خلي بالك انا خفيف جدا. حد قال لك في الاعلام ان انت ما بتجيبش اي غير اي حاجه غير اي حاجه فيها اتهامات، ومن ضمن اللي قال ومن ضمن ما فيش اي حاجه. خليني ده نتكلم فيه بعد التسجيل، لكن انا بقول لحضرتك بالنسبه اللي بسيره برضو الكلام اللي اتقال عليه ان شخصيته ضعيفه خلال الفتره اللي فاتت ديت اللي حضرتك تعاملت معاه فيها، هل فعلا مش هقولك لمست ده لان انت حتى لو لمسته مش هتقوله، ولكن انت تعاملت برضو مع ازاي لان انت مدير الكورة وانت حلقة الوصل ما بين مجلس الادارة واللعيبة والمدير الفني، وانت بمعنى ادق الامين بالنسبة لجماهير النادي الاهلي على الوضع العام داخل الفريق سواء اداريا او حتى بشكل عام يعني. وبالتالي شو تعاملت مع الاتهامات ديت ازاي، وتعاملت مع المشاكل ديت ازاي؟ هل هديت كمان بسيره خلال اجتماعك معاه؟ هل حاولت انك انت تعرف شخصيته، ولا انت بتتعامل على ان المدير الفني هو المسؤول الاول والاخير عن الفريق الاول، وبالتالي انت امورك ادارية فقط؟ كويس، او انت جاوبت في اخر سطر، حلو. المدير الفني في النادي الاهلي هو اللي بيفتح المحل تمام، ويرش قدام المحل ويقفل المحل، ده المدير الفني في النادي الاهلي تمام. في امور اداريه، في امور التزاميه، في امور انضباطيه في الحضور والغياب والانصراف واللوائح والمكافئات والثواب والعقاب والحاجات دي خاصه بمدير الكره، حلو. لكن كل صغيره وكبيره لازم يعرف المدير الفني، سواء كان من تعاقد لعيبه او صفقات جديده او حتى رحيل لعيبه. كل صغيره وكبيره، صغيره كبيره تاني طبعا، كل صغيره كبيره كل صغيره وكبيره لازم يكون عندها المدير الفني عليها عنده علم بيها. كل صغيره وكبيره بما يتناسب مصلحه النادي تمام، يعني ما فيش اتنين اتخانقوا في الشارع، يعني هروح اقول لك اتنين بيتخانقوا في الشارع يعني تمام، مش هقول له ان اسلام صادق ده موقع مصر كلها في بعض يعني، حاجه ما تهموش يعني خالص يعني خالص، مش هقول له الكلام يعني، مش هقول له الدنيا دي ماشيه ازاي، لكن كل صغيره وكبيره لازم يعرف. لا يعني خلينا معنى كلام حضرتك ان مثلا ما ينفعش بعض مجالس الادارات بتروح تعقد صفقات ماشي دون علم المدير الفني، هل دوت ده المفروض يتم؟ تقعدش تمهد لحاجات يا اسلام، تمهد لحاجات وفي الاخر تلاقي نفسك رايح اسوان يعني فاهم. خلينا انا اسالك يا سيد وحضرتك تجاوب زي ما انت عايز، ده المنطق اللي انت ماشي فيه. ماشي. ما تتعاملش معايا ان انا مش فاهمك يعني. لا ما انا عارفك، احنا بقالنا اكتر من 20 سنه 25 سنه يعني سنين ما يعلم بها الا ربنا. ففي الاخر يعني يا كابتن اسلام انت بتتكلم على نظام بتحطه وبتضعه تمام وبتمشي عليه بشكل كبير جدا، خلاص هو ده النادي الاهلي. انت هتقعد تكلمني في حالات فرديه بقى، يعني هتدخلني في حالات فرديه، فلا ده وقتها ولا ده مكانتها ولا ده اللي احنا عايشينه في الفتره الحاليه. ومش هقعد اقول لك ماذا لو 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 تمام، لو لو دي هتدخلني في مليون حته من التفكير. انت ماشي بسيستم ونظام، النظام ده هو اللي انت ماشي بيه. المدير الفني زي ما قلت لك هو صاحب القرار الاول والاخير في عقد الصفقات تمام. الصفقات بتيجي عن طريق حاجتين، واحد يا هو بيقول لك انا عايز مراكز كذا، فانت بتبدا تحضر له بعض الاسماء وبتعرضها عليه فيقول لك ده او ده او ده، يا اما بيتعرض عليك او على الاداره لعيبه، وده وضع طبيعي جدا في العالم كله، فبتجيب اللاعب ده اللي تعرض عليك سواء انا اللي جبته او كابتن زيزو اللي جابه او حتى جالنا من محب او حد عادي او من الاداره، في لعيب مطروح علينا يا جماعه اسألوا المدير الفني بس، فنجيب اللاعب ده ونشوف، بص اللاعب ده أخباره إيه، لا يعجبك لا ما يعجبكش، لا هاته بسرعة لا ما تجيبوش خالص لا مش محتاجينه، هو ده وضع طبيعي. ففي الحالتين اللي بيقول القرار النهائي بيبقى عند مين؟ المدير الفني. بس مهم إن يكون في لجنة كورة في النادي الأهلي ولا لا؟
مهم جدا ان جهاز الكوره بس جهاز الكوره يبقى موجود بالسيستم اللي احنا موجودين عليه. المسمى ممكن يبقى لجنه الكوره، ممكن تبقى مسمى تاني، ممكن يبقى فيه حاجه تانية، ممكن يبقى حاجه، ممكن يبقى قطاع الكوره زي ما هو موجود، مفيش مشكله خالص فيها. المهم زي ما قلت لك ان السيستم يبقى موجود دايما، هو ده السيستم ده، ان انت بتتكلم في المدير الفني، بتتكلم في مدير الكوره، بتتكلم في مدير القطاع، تمام، دول مسؤولين عن الكوره. وبعدين بيتم مناقشتها بقى سواء كان مجلس الاداره او بعض اعضاء مجلس الاداره او مفوض من مجلس الإدارة أو لجنة الكورة، هو ده السيستم يعني. طيب خليني بقى إيه، إحنا بنتكلم في اللي جاي، في صفقات في يناير اللي جاي ولا أنتم مكتفيين؟ إن الأهلي مكتفي بالقائمة الحالية أو بالصفقات اللي تم عقدها السنة دي وباللاعبين اللي موجودين؟ يعني من كلامي مع الراجل وكلام الجهاز مع الراجل، تمام، إحنا لنا ثلاث أماكن استبدال ممكن نستخدمها وممكن ما نستخدمهاش، حلو. لكن لما تيجي تسالني بقى يعني اختيار الراجل لحد دلوقتي او طلبات الراجل ما طلبش حاجه لحد دلوقتي خالص، ما طلبش لا خالص. واي اسماء بتتعرض دي اسماء اجتهاديه، سواء كانت طالعه او داخله دي اسماء اجتهاديه، حلو. لكن بعد المعسكر، بعد ما هننزل شويه، ممكن يقول لك لا انا محتاج مركز معين دوروا لي عليه، تمام. احنا مش هقول بنجهز بقى، لكن عن يعني خلي بالك المعروض يعني موجود دايما يا كابتن اسلام، فمش هتجتهد يعني. فلو قال لك انا محتاج بوزيشن معين في الملعب، فهتبدا تحضر 1 2 3 4 وتعرضهم عليه، وبعدين تبدا تتفاوض، تبلغ الاداره بتاعتك، وبعدين تبدا تتفاوض، تمام. وبعدين لما يجي لك رد تبلغ الاداره بتاعتك، وبعد كده تبلغه هو يعني بالامور التعاقديه او الماليه. لكن يعني على الجميع ان هو يعلم ان النادي الاهلي عنده دلوقتي شخصيه كرويه فرقه الكوره وهيكله كرويه على اعلى مستوى. فأي حد هيخش فرقة النادي الأهلي في الوقت الحالي لازم يكون عنده حاجتين. نمرة واحد الشخصية اللي أشرت لها في الأول، شخصية تتناسب النادي الأهلي، تمام. الحتة التانية القدرات بتاعته. ده كشف هيئة. كشف هيئة مش مسألة تعذيب. النادي الأهلي له شخصية فعلا، النادي الأهلي له شخصية، مش أي حد يلعب في تيشيرت النادي الأهلي، مش أي حد يلعب في النادي الأهلي. مر الفترة اللي فاتت يعني لاعبين ما كانوش من المفترض إن هم، من وجهة نظر سيد عبد الحفيظ، ما كانوش من المفترض إن هم يكونوا موجودين في النادي الأهلي، علشان كده إن الأهلي خسر كل البطولات السنة اللي فاتت. كلمني على المرحلة بتاعت ليه عايز تقيمني في الحقيقة. لا أنا بكلم واحد صاحب رؤية، بكلم واحد بتاعت امبارح يا حبيبي، يعني امبارح ده امبارح. لو انت جيت كلمتني من 3 سنين، في ناس هتختلف معايا وهتتفق معايا في اللي انا اخترتهم، وفي ناس هختلف معاها واتفق معاها في اللي هم اختارهم. ده طبيعي، ده الكورة، دي وجهات نظر يا كابتن اسلام. يعني بس حبك انت يعني ايه بتخلع من السؤال. لا لا، لكن خليني اقول لحضرتك واسئله مباشره فيما يخص رحيل بعض اللاعبين. يعني تردد ان شريف حازم هيمشي، احمد عبد الظاهر هيمشي في يناير، في مفاوضات مع انبي. بس ده ارجع بكرسي خطوتين كده ورجع الكاميرا يعني، او رجع شريط دقيقتين، هقول لك الراجل ما اتكلمش معانا لا في اللي طالع ولا اللي داخل. لا انا بقول لحضرتك اللي بيتقال والاجتهادات، يعني خلينا انا في الاساس صحفي، وبالتالي انت عارف الصحافه احنا بنقعد نجتهد، سواء طلعت معلومه وطلعتش معلومه، لا احنا بنجتهد. هل ده بيسبب لك ازمه كمان في العمل، التعامل مع الاعلام؟ خالص. كل واحد زي ما قلت لك في فرق ما بين وجهه النظر والمعادي، تمام. لما تسالني انت ايه اقول لك معادي. انا بقول رايي وانت جايبه. لكن لازم هتعامل معاك. طب هعمل ايه؟ يعني مضطر. هعمل ايه؟ عارف شر اللي لابد منه؟ زي الدواء كده. هتعمل ايه؟ فلو انت رجعت دقيقتين فهتلاقي الاجابه بتاعت يا كابتن اسلام بتقول ان الراجل ما اتكلمش معانا في اللي خارج واللي داخل. الراجل عنده 29 لعيب اساسا، يعني من اهدافه الاساسيه للمرحله واقامه المعسكر هي التعرف على امكانيات اللعيبه ككل، التعرف على قدرات اللعيبه ككل. فاحنا عايزين ناخد اقصر وقت ممكن عشان نعرف امكانيات اللعيبه بتاعتنا كلها، ما نبقاش واخدين 3 4 شهور عشان ابدا افاجئ بلاعب صاحب مستوى اعلى من اللي كنت ببدا بيه او اللي كنت بشاركه، فاهمني؟ فده مهم جدا ان انا يبقى عندي الرؤيه دي تبقى سريعه، ما تاخدش وقت طويل. 2 بقى وثلاثه واربعه، ان انت لما تيجي تقول يا لعيبه النادي الاهلي بالشخص بالاسماء اللي موجوده في النادي الاهلي في الوقت الحالي، لا يا سيدي دي فرقه زي الفل، فرقه هائله جدا. مش ناقصه، تمام. ناقصه بعض ناس، توفيق ربنا سبحانه وتعالى ده في الاول. قد نحتاج 1 أو 2 السنة الجاية،
السنه الجايه طبعا، وممكن يبقى في يناير. ما انا بقول لك ان ليا ثلاثه. ما انا ليا ثلاثه، انت عايز ليه تاخد يعني؟ انا ليا حق يعني، مش هنقعد نرقص بعض. انت راجل كنت بهاري ونجم كبير، بس مش هنقعد نرقص بعض. يعني بهاري ونجم كبير، طب انت ايه؟ لا انا يعني صحفي وعلى قدي لا انا وفي الكوره برضو. لكن انا بكلم حضرتك في عمرو السولية واللغط الدائر دلوقتي. يعني احنا كنا قاعدين مثلا مع بيسيرو، وبيسيرو قال انا ما اعرفش حاجه عنه، وبيسيرو لمح كمان زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان مفيش صفقه هتيجي الا من خلاله، وهو لازم يكون على علم بيه. ده مش تلميح، ده نظام. في فرق ان انا بلمح وفي بقول لك النظام. النظام ده هو ده النظام، ان الراجل ده بيقول لك انا عايز بوزيشن معين، فانت تعرض عليه فيقول لك ده وده لا. طب افرض انا يعني كان ليه وجهه نظر في لاعب تمام، وهو له وجهه نظر في لاعب تاني، قرر مين اللي يمشي؟ قرر مين؟ قرر المدير الفني. طيب خلاص خلاص، يبقى خلصنا كابتن اسلام. لكن يعني لو بيسيرو مش عايز عمرو السولية ممكن ما يجيش، رغم الكلام على انه هو الاول موقع مع الاهلي ولا لا؟ يا كابتن اسلام انت عمال تلف وتدور في حته نقطه مهمه جدا، مع ان اجابتها كانت من اول سؤال. لا فيما يخص عمرو السولية ما اتكلمناش فيه. كابتن اسلام انا اقول لك اهو، احنا بنتكلم في مبدا، يعني مثلا ايه الورقه دي حمراء، فانت هتقول لي لا ده، طب الورقه دي ممكن تبقى سودة، الورقه دي ممكن تبقى خضراء، ما هي حمراء. يعني حمراء مين؟ يعني الجواب باين جدا، والدنيا سهله وبسيطه يا كابتن اسلام. واحد، ان الراجل ده لحد دلوقتي ما قاليش او ما قالش لينا كجهاز تمام ان انا عايز لعيبه معينه او بوزيشن معين، ما قالش الكلام ده خالص تمام، ولا قال فلان طلعوه اعار. الاجابه على الكلام بتاعك ده المنطقيه او بيبقى فيها مرونه شويه، ممكن يبقى 20 ديسمبر، ممكن يبقى 25 ديسمبر تمام، ممكن يبقى 27 ديسمبر، 28 ديسمبر، قبل فتره الانتقالات الشتويه تمام. لكن المفهوم العام اللي عند الناس ان انا عندي فرقه كويسه وهيكل كويس جدا 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 للفرقه تمام، عشان اريحك برضو عمرو السولية تمام. البوزيشن بتاعه هل انت محتاجه كمدير فني؟ ده سؤال هيطرح عليه. طيب لو قال لك انا محتاج البوزيشن بتاع عمرو السولية تمام، يبقى منهم عمرو السولية تعرضوا عليه، خلاص خلصت. يبقى المفهوم ببسيطه بشكل بسيط جدا، لا انا البوزيشن ده مش محتاجه خالص، مش محتاج البوزيشن ده في الوقت الحالي مثلا تمام، خلاص يبقى هتصبر شويه وهكذا. كابتن سيد في المعسكر الحالي لاحظت ان في يعني بعض من الناشئين، يعني في احمد ربيع، في حسام حسن، في احمد حمدي، في الحارس اسمه احمد ربيع، يعني انا بتكلم اسم جديد يعني. فهل دي بقت سياسه او دي السياسه الفتره اللي جايه، وهي تختلف عن السياسه اللي كانت قبل كده اللي حضرتك كنت موجود فيها وقت مانويل جوزيه، وهي عدم الاعتماد على الناشئين؟ ده مفهوم برضو غلط على فكره. والله مفهوم غلط عند الناس ان مانويل جوزيه ما كانش بيعتمد على الناشئين بشكل كبير قوي. مانويل جوزيه ده كل الناس كابتن كان بيتقال، كل الناس من داخل الاهلي ويمكن معايا انا وفي حوارات وفي حلقات سابقه بيؤكدوا ان مانويل جوزيه دمر قطاع الناشئين في الاهلي. ليه؟ يعني بص، كل مدير فني بيبقى عنده اهداف بتتحط له، حلو؟ لما بتتحقق الاهداف ديت خلاص ما حدش يقدر يلومه على فكره، تمام؟ لكن انا على المستوى الشخصي انا بقى، انا بحب قوي اتابع الفرقه اللي اقل مننا على طول في الدرجه الاولى، ده مهم جدا. بالنسبه لك؟ طبعا مهم جدا، ان انت لما تيجي تتكلم مع المدير الفني وهو يقول لك انا عايز البوزيشن الفلاني، تمام؟ من خلال متابعتك للفرقه اللي اقل منك على طول في ال 20 سنه مثلا او 19 سنه، المرحلتين اللي هي الاخيره واللي قبل الاخيره بالنسبه لقطاع الناشئين، فتقول له طب بص انا هعرض عليك واحد مننا من بيتنا تمام، بشخصيه النادي الاهلي، بامكانيات النادي الاهلي، بقدرات النادي الاهلي، بمكانه النادي الاهلي، بفهم النادي الاهلي، فهعرضه عليك يطلع يتمرن معانا، حلو؟ فعجبك خلاص يبقى انت مش محتاج حد من بره، مظبوط؟ فزين انت لازم تكون على درايه بالامكانيات والقدرات اللي عندك في قطاع الناشئين، وخصوصا في المرحله الاخيره واللي قبل الاخيره. كلام جميل. وعلى اثر الكلام ده طلع مين؟ طلع تريزيجيه مثلا. تريزيجيه اول مره يطلع معانا في ماتش اسبانيول في اسبانيا لو تتذكر، قبل ما يمشي مانويل جوزيه بيومين اتنين. يعني مانويل جوزيه مشي 19/5
خلاص تريزيجيه كان معنا 15-5 او 16-5 كان بيتمر معنا مباراة الملعب المالي 3-1 لو تتذكرها اللي صعدنا بيها واللي خدنا بيها البطولة في السنة ديت كانت 14-5 تريزيجيه كان بيتمرن 15-5 16-5 17-5 سافر معنا 18-5 وبعد كده لعب مباراة اسبانيول جزء كبير منها وبعدين مشي مانويل جوزيه وبعدين جه كابتن حسام البدري اول مباراة كانت لكابتن حسام البدري كانت مازيمبي وبعدين تاني مباراة كانت مباراة الزمالك شارك فيها في افريقيا فاذا انت عشان على دراية بالناشئين اللي موجودين معاك وعلى تواصل مع المدربين اللي انا بشكرهم طبعا يعني دلوقتي موجود اسماء كبيره في في في, في القطاع سواء كابتن عادل طعيمه او كابتن شعب شاف في الاكاديميه او كابتن محمود صالح او المجموعه او كشري او كابتن كشري او كابتن محمد شرف او كابتن مدحت طه المجموعه ككل لازم يبقى في تواصل دائم معاهم لو انا مش شايف لعيب لو انا مش مركز مع لعيب لو انا من خلال يعني مشاهدتي للعيبه او فرقه في لعيب لظروف او حالته مش شايه او هو مش موجود لظروف اصابه او ظروف مختلفه يعني وانا ما شفتوش لازم يكلمني ولازم يقول يبقى في تواصل بيننا لا خلي بالك في لعيب كويس قوي بس هو كان مش موافق النهارده او كان مش موجود النهارده لظروف الاصابه فلازم يبقى في تواصل بيننا وبين المدربين ولازم يبقى في معرفه لقدرات اللعيب عشان لما يجي المدير الفني يطلب منك بعض الاسماء وبعض المراكز تبقى انت محضر له كمان محضر له 1 2 3 من البيت نفسه البيت نفسه اللي هو مين اللي هو الاهلي نفسه فاذا يبقى في تواصل مع قطاع الناشئين فحلو قوي ده مهم جدا بس في نفس الوقت يعني كابتن بدر رجب طبعا نجم النادي الاهلي السابق وهو المدير الفني لقطاع الناشئين في نادي الجزيره الاماراتي كنا متواجدين معاه وقال تصريح جدا يعني قال ان النادي الاهلي في السنوات الاخيره بيعاني من المنافسين بسبب التفريط في أبنائه إن أبنائه ما فيش نادي بما فيها نادي الزمالك حسب كلام كابتن بدر رجب ما فيهوش لاعب من قطاع ناشئين من النادي الأهلي وبالتالي إن الأهلي خسر في التوقيت في السنتين اللي فاتوا بما فيها السنة دي يعني مثلا في نادي زمانك في كهرباء في أحمد حسن مكي في أنت مثلا في وادي دجلة عندك كريم نيدفيد المفروض يعني هو تم إعارته معار ولكن يعني هو بيتكلم في أن النادي الأهلي بسبب مانويل جوزيه خسر عدد من الناشئين مش انا اللي مسميها والله انت هتلبسني انت هتلبسني ليه انا بكلم حضرتك ده كلام ناس من النادي الاهلي يعني طب اذا النادي الاهلي ده حاجه حلوه قوي يعني كون ان هو عنده في فرقته يعني عناصر كتيره جدا من ابناء النادي وفي الفرق الاخرى ده الانديه بقى يعني بيضخ بيها ده حاجه حلوه قوي يعني النادي الاهلي بس هو ما عندوش في فرقته الاهلي هنا طب امشي معايا بتعرف تعد يعني كويس قوي بقى لا حضرتك تعد زي ما انت عايز ماشي يا كابتن اسلام عندك شريف اكرامي ده من ناشئين مين ناشئين النادي الاهلي سعد سمير من ناشئين مين ناشئين النادي الاهلي شريف حازم من ناشئين نادي ايه النادي الاهلي حسين السيد من ناشئين مين النادي الاهلي رامي ربيع من ناشئين مين النادي الاهلي حسام عاشور من ناشئين ايه النادي الاهلي مؤمن زكريا من ناشئين مين النادي الاهلي حسام غالي من ناشئين مين النادي الاهلي عمرو جمال من ناشئين مين انا بتكلم على راحلهم وبعد ما بيتالقوا بتجيبهم انت تاني لازم تبقى عارف كويس ان في وده يخليني اسالك سؤال ممكن تكون انت بتفكر في كهرباء لا في بعض الاوقات يا كابتن اسلام بيبقى في الظروف اللي انت طلعت فيها تمام الظروف اللي انت طلعت فيها ما كانتش هي الظروف المثاليه لتواجدك بمعنى ان انت ساعات ظهورك تمام او صعودك يعني في الدرجه الاولى بيرتبط بالبوزيشن اللي انت بتلعب فيه مين اللي بيلعب فيه ممكن يبقى فيه واحد واثنين وثلاثه واربعه تمام فده بيبقى صعب قوي فبتيجي من هنا ان انت بتفكر ان انت تعير فلان زي كريم نيدفيد مثلا لعيب رائع ولعيب ممتاز وهكذا ده مش محتاج متابعه محتاج متابعه تمام محتاج متابعه بشكل كبير جدا يعني واحنا كمان بنطالبه ان هو يبقى في المستوى ده وموجود بشكل كويس ان شاء الله الرحمن يعني عشان يكون موجود السنه الجايه موجود ما يتسلم وهو ده اللعيب بتاعك تمام ده اللعيب بتاعك وهكذا لكن انت النادي الاهلي في عناصر كتير جدا موجوده في الوقت الحالي فيها من النادي الاهلي لكن اروح للنقطه الابعد من القدرات الفنيه انا بتكلم على الحفاظ على هويه النادي الحفاظ على شخصيه النادي كل اللي بيلعب في النادي الاهلي فهو ابن من ابناء النادي الاهلي
يعني ما اقدرش اقول فلان الفلاني اللي عمل معايا وساعدني في بطولات ووليد سليمان على عبد الله السعيد على احمد فتحي على على محمد نجيب على احمد عادل طبعا يعني واحد من ابناء النادي الاهلي على عماد متعب واحد من رمضان صبحي وهكذا كل دول من ابناء النادي الاهلي يا كابتن اسلام لكن كل واحد شارك مع النادي الاهلي وبقى له مكانه في النادي الاهلي فهو ابن من ابنائنا تمام لكن انا بتكلم على الهويه بقى اللي بتطلع من الناشئين عشان كده بتستغل المعسكرات او فتره انضمام اللعيبه الدوليه المنتخب وتبدأ تطلع أسماء تمام تبقى ليها فرصة يبقى ليها تواجد تتعلم كمان من النجوم الكبيرة إزاي بتتعامل إزاي بتتعامل مع المدير الفني إزاي بتتعامل مع زمايلها إزاي بتتعامل مع مدير كورة إزاي بتتعامل مع الإعلام إزاي بتتعامل مع نفسها إزاي بتبقى عندها أولويات مهمة جدا جدا بترتبها كل ده مهم قوي يطلع وينزل يطلع وينزل ياخد يتعلم سواء كان الأمور الفنية أو الأمور الشخصية فده مهم قوي إن 30 40 50% من قوام الفرقة يبقى طالع من تحت ده مهم جدا في الفكرة أو في مفهوم يا كابتن إسلام يعني كلام حضرتك دوت برضو بيختلف إن في سياسة جديدة لا ما أنا لسه هكمل بقية سؤالي اللي هو تختلف عما كان يتردد عن النادي الأهلي إن هو بيخطف اللاعبين من الأندية الأخرى إن هو كان بيعتمد على لاعبي الأندية الأخرى إن بطولات وإنجازاته اللي اتحققت ديت معلش استحملني كانت بفضل قدرات ونجوم النادي الإسماعيلي ونجوم الأندية الأخرى وبالتالي بتضحك ليه؟ أصل بص يعني المؤيد هيفضل مؤيد والمحارب هيفضل محارب المشكك هيفضل مشكك فأنا لا مطالب إن أنا أعدل فكر أو دماغ أو مفهوم أو مبدأ ثبت عند حد يا كابتن إسلام مش مطالب بده خالص ولا هاخد من فكري ولا من وقتي إن أنا أقعد أصرخ للناس وأقول لهم يا جماعة لا يا جماعة ده ما أعرفش إيه يا جماعة النادي الأهلي هو النادي الأهلي رقميا النادي الأهلي تمام رقمي المشكك ده تقصد بيه حد معين ايه ده تقصد بيه حد معين المشكك او المعارض لا يا اخي ما تقولش على نفسك كده يا اخي خالص زي تقول على نفسك كده يعني تقولش على نفسك كده خالص لا هي الفكره طبعا يعني كل واحد له وجهه نظر في فرق بين الانتقاد والتشكيك المنتقد ده على عيننا وراسنا من فوق لما تيجي تقول النادي الاهلي مش في احسن حالاته النادي الاهلي كسب النهارده وهو ما كانش الافضل النادي الاهلي عنده عيوب فنيه عنده عيوب دفاعيه عنده عيوب هجوميه عنده مشاكل في 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 اداره اللقاءات دي كل الانتقاد يا كابتن اسلام لكن لما تيجي تشكك بقى في بطولاتي وانجازاتي واسمي وتاريخي وتقول لي ده نقد ده مش نقد خالص في فرق بين ده وفي فرق بين لا هو ما حدش يقدر يشكك في التاريخ وبطولات النادي الاهلي لكن خلينا نتكلم زي ما حضرتك يعني طلبت في الاول ان احنا بنتكلم على المرحله اللي جايه شايفها ان هي صعبه في ان النادي الاهلي ممكن يعود مره تانية للبطولات ان الزمالك المنافس بتاعك يعني بقى يختلف عن الفتره اللي فاتت بقى في يعني قوه في الاداره ايا كان بقى في التعامل رئيس النادي مجلس الاداره ده رقم واحد رقم اتنين بقى في فريق منظم وان كان ممكن يعاني بعض الشيء حسب ما بيتردد بعد رحيل فريرة هل وضع المنافسه بالنسبه لك او بالنسبه للنادي الاهلي بقى مختلف عن الفتره اللي فاتت لا بالعكس نادي الزمالك له كل الاحترام والتقدير عندنا في اي وضع من اوضاعه في اي مرحله من مراحله يعني نادي الزمالك هيفضل نادي الزمالك يعني نادي الزمالك بالنسبه لنا هو نادي الزمالك لكن دايما انا بتكلم على على عليا انا وعندنا مفهوم دايما كده قدراتك انت موجوده ولا مش موجوده الادوات بتاعتك موجوده ولا مش موجوده تبقى الروح بقى اللي انت بتختلف عن اي حد روح النادي الاهلي انت عمرك ما سمعت عن روح فانيلا غير فانيلا الحمراء حتى في كل الانديه العالميه يعني المسمى ده اللي طلعه الناس من شخصيه النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وخصوصا في البطولات اللي بيبقى فيها صعوبات وازمات واحتماليه واحده في الكوره احتماليه واحده دي بتبقى صعبه جدا فلما تيجي تقول مثلا في المواقف النهائيه او المواقف الختاميه تبقى شخصيه النادي الاهلي موجوده بالشكل ده يعني النادي الاهلي على مدار 10 بطولات في افريقيا وصل للنهائيات خسر بطولتين ونجح في 8 داخليا او خارجيا ده النادي الاهلي انت نجح في 8 بطولات افريقيه تمام منهم 4 داخل ارضك و4 خارج ارضك يعني 4 كان المباراه الختاميه على ارضك و4 المباراه الختاميه بره ارضك ده انا يكفي ان انا اقول لك ان المباريات الختاميه كلها على مدار تاريخ النادي الاهلي ما خسرش فيها يعني المباراه الختاميه الاهلي ما خسرش فيها 82
مع كوتوكو انت تعادلت 1-1 بره وكسبت كام؟ 3-0 على ارضك. في 87 تعادلت 0-0 مع الهلال السوداني وكسبت 2-0 على ارضك. في 2001 تعادلت مع سان داونز 1-1 في جنوب افريقيا وكسبت 3-0 على ارضك. في 2005 تعادلت 0-0 مع النجم الساحلي وكسبت 3-0 على ارضك. مع صفاقس التونسي تعادلت 1-1 على ارضك وكسبت بره 1-0. في 2008 اتعادلت 2-2 في القطن الكاميروني او دي كانت المباراه الثانيه وكسبت هنا في القاهره 2-0. في 2011 او 2012 تعادلت 1-1 في برج العرب وكسبت الترجي التونسي في تونس 2-1. في 2013 تتعادل مع اورلاندو 1-1 في جنوب افريقيا وتكسب 2-0 على ارضك. فاذا انت بتتكلم في 8 بطولات فيهم 16 مباراه، لان المباراه رايح جاي او النهائي رايح جاي، 16 مباراه انت ما خسرتش، 16 مباراه نهائيه ما خسرتش، يعني مش ما خسرت 1-0 وجيت كسبت 2-0 بالقوه الجماهيريه والتواجد الجماهيري وهو. انت بتتكلم في فاينل، يعني اللي وصل ليه اعلى فرقه او من اعلى او من اقوى الفرق اللي في افريقيا في الوقت الحالي ما بتعرفش تكسبك على ارضها، على ارضها ما بتعرفش تكسبك. ده الاصعب من كده، انها ممكن تتعادل معاك على ارضك وانت تروح تكسبها هناك. بتوجه رساله بكلامك ده؟ بوجه رساله؟ لا، انا بتكلم دايما في اللي يخصني النادي الاهلي. النادي الاهلي لا، رساله فكالنادي الاهلي، رساله لعيبتك ان ده النادي الاهلي اللي هو ما بيخسرش، اللي هو دايما روح البطوله موجوده، دايما بنفكر في المكسب، اخد روح البطوله، لكن حتى ما بيخسرش، فيش نادي في العالم ما بيخسرش، بيخسر. لكن انا بتكلم على البطوله، يعني دائم، يعني دائم البطولات ممكن يجي لك فتره من الفترات. يعني مش انا اللي اقول ده، اللي بقول ده التاريخ، او اللي بيقول ده التاريخ، واللعيبه عارفه كده كويس قوي. وتيجي من هنا برضو قيمه النادي، يعني دايما اللي بيخش النادي الاهلي بيبقى عارف النادي الاهلي. انا ذكرت لك حاجه ممكن كتير ما يفكرش فيها، لكن هي موجوده. لما تفتكر 16 مباراه في مباراه ختاميه، يعني بلاعب احسن فرقه في افريقيا في السنه ديت، احسن فرقه في افريقيا في السنه دي، ولاعبها على ارضها وما تكسبنيش، بل بالعكس بقول لك الاصعب، الاصعب ان انت تتعادل معها على ارضك لو كانت المباراه الاولى، وتكسبها بره ارضك المباراه الثانيه على ارضها وسط جمهورها اللي هي وصلت للنهائي اصلا، يعني وصلت للنهائي. فانا اللي عايز اوصله شخصيه النادي الاهلي. اربط شخصيه النادي الاهلي في كل حاجه بقى كابتن اسلام. طيب، لكن برضو هل مثلا، معلش برضو استحملني، واللي بيشكك هيشكك على طول زي ما انت بتقول، بعض يقولك ان النادي الاهلي بيكسب البطولات بالحكام، بالاعلام، قوته الاعلامية والضغط على الحكام. رأي حضرتك في ده ايه؟ زي ما قلت لك، يعني انا يعني لا هتجهد نفسك في رد على حد. زي ما قلت لك، المحب هيفضل محب، والمنتقد هيبدأ في منتقد، والمشكك هيفضل مشكك. انت رقميا يعني انت بتتكلم على نادي القرن، تمام؟ فوضع طبيعي جدا ان تلاقي ناس ما بين واحد يعني بيحبك ومقتنع بيك وبشكل كويس قوي، وما بين واحد حتى لو مش بيحبك بس عنده منطقيه وعنده يعني عقل بيفكر فيه بالارقام، وبالتالي يبقى بيرجع ليه لما بيعرف، لما بيوصل لمرحله التقييم يعني. لكن مش هتاخد وقت من التفكير، يعني زي ما قلت لك، يعني في بعض الاوقات انا ما بيعجبنيش اداء فلان مثلا، تمام؟ لكن ما ينفعش اقول ان هو، او ما ينفعش ان انا اتكلم ان هو مش من حقه البطوله، او مش من حقه ان هو ياخد البطوله، او خد البطوله بالحظ. الكلام ده بيبقى مش منطقي خالص. مفيش دوري طويل قوي ولا بطوله افريقيه، يعني اقول لك حاجه ليها جزء فني وليها جزء من المنطق، يعني ما فيش حاجه مستمره فترات طويله ما ياخدهاش احسن فريق. ليه؟ الحاجات الصغيره بترتبط بالاحداث والظروف والحاله. كاس مصر، تمام، او كاس انجلترا، او كاس اسبانيا، وارد جدا جدا تاخده فرقه في الدرجه الثانيه. المقاولين مثلا وهو في الدرجه الثانيه خد البطوله، وارد، تمام. وارد تلاقي فرق، مش عايز اسمي بس لان انا بحترم كل الفرق يعني، لكن وارد جدا تلاقي فرق لا ما لهاش نفس طويل، مرتبطه بظروف او السيستم، مرتبطه بظروف، مرتبطه بحاله مباراه. يعني الاهلي بيلاعب اي فرقه في الدوري، الزمالك اتغلب من بني عبيد قبل كده، حاله الاهلي بيلاعب اي فرقه في الدوري، تمام. المباراه ديت وارد يكسب وارد يخسر، مظبوط، لكن الدوري ككل لا، ده عايز بقى مقاومه بطوله، عايز جهاز فني على اعلى مستوى، عايز منظومه اداريه على اعلى مستوى، عايز عدد من اللعيبه الاساسيين والبدلاء يكونوا قريبين جدا من بعض، عايز عدد لعيبه كافي بحيث ان انت هتمر عليك ظروف احداث اصابات وايقافات وحاله فنيه مش مظبوطه، فالبديل يبقى رجلي موجوده في الملعب، عايز تواجد جماهيري بشكل كبير قوي، عايز مسانده جماهيريه بشكل كبير جدا، عايز بعض الحظ. حظ طبعا طبعا، ده وضع طبيعي. حظ ولا التوفيق؟ توفيق، هو يعني ما هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني فيها جزء من الحظ، يعني يبقى فيها توفيق، فيها جزء من الحظ. الاهلي محظوظ دايما.
ايه الاهلي محظوظ يا ربنا يخلينا دايما حظنا كويس يا رب. عوده الشاره لحسام غالي كانت ضروره. حسام غالي شخصيه مهمه جدا في النادي الاهلي وشخصيه يعني قياديه بشكل كبير قوي، وده كان قرار من رئيس النادي ورجع عن طريق رئيس النادي بلغ عليه بلغ بيه كابتن زيزو، ودي برضو التسلسل الاداري اللي موجود. يعني معلش انا هقطع كلام حضرتك، ولكن القرار كان نابع من رئيس النادي ولا كان بمطالبة من جهاز الكرة المتمثل في الكابتن زيزو والكابتن سيد عبد الحفيظ؟ مش اقول ان مفيش كلام، اكيد في حصل كلام، اكيد حصل كلام، لكن المعنى او الـ 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 القرار كان بيد رئيس النادي طبعا، لان هو اللي خد القرار وهو اللي كان عنده القرار مره تانية. لكن التسلسل الاداري ان هو بلغه بيه كابتن عباس ابشه في مدير القطاع، لقام بمجهود رائع جدا، وحتى المعسكر ده قام بيه بشكل رهيب جدا، وعصام سراج طبعا ويعني قاموا بشكل كبير جدا عشان يبقى المعسكر ده بالشكل ده يعني. ففي النهايه كابتن الفرقه او اللعيبه الكبيره اللي في الفرقه احنا بنتعامل معاها ككباتن للفرقه على فكره، يعني احنا بنتعامل مع الاسماء الكبيره ككباتن للفرقه، يعني بتعامل معاهم ان هي دايما زي ما قلت لك في الكلام ان هم دول العكاز بتاعنا، ومش معنى كده ما بتخصم لهمش، مش معنى كده ما بتخصمش، هم عارفين كده كويس، لكن هي رسائل، الرسائل دي هو مطالب ان هو يؤديها زي علم اللعيب الصغير. زي ما قلت لك عندنا احمد حمدي، عندنا عمر رجب، عندنا حسام حسن، عندنا احمد ربيع لو انت ذكرته، لك ان هو مقيد بالنسبه لنا. زي ما قلت لك ازاي اتعلم من حسام غالي، وازاي اتعلم من شريف اكرامي، وازاي اتعلم من احمد فتحي، وازاي اتعامل مع عبد الله السعيد، وازاي اتعلم من وليد سليمان وعماد متعب وحسام عاشور واحمد عادل عبد المنعم ومحمد نجيب وسعد سمير، ازاي اتعامل معاهم وازاي اتعلم منهم. تمام، ده مهم جدا، ده مهم جدا ليهم وهم على الاجيال اللي قبلينا واللي بعدينا، واحنا كنا بنلمس ده وبنحسه، فعشان كده بنديه اللي بعدين. كابتن سيد يعني برضو عمام متعب والكلام على ان هو ما بيشاركش، وطبعا انت عارف برضو في الاعلام بمجرد ما تم لا انا بكلمك على لعيبه كبار، انا ما اتكلمش حضرتك على لعيب، ولكن يعني على حاله زي عماد متعب في ايفونا وجون انطويا، بمجرد تعاقد معهم البعض ردد ان خلاص مهمه عماد متعب بتنتهي داخل النادي الاهلي، عدم المشاركه بشكل اساسي. هل متعب اولا له رغبه في الرحيل فعلا في يناير؟ هل في مفاوضات فعلا زي ما تردد مع الشباب السعودي او مع اي نادي اخر؟ هل في نيه ان يتم مثلا لو عماد متعب طلب الرحيل ان يتم الموافقه على طلبه؟ لا، هو الراجل ما اتكلمش معانا خالص، بالعكس بيقوم بدوره بشكل كويس جدا جدا، وموجود في الفرقه وشارك في الثلاث في المباريات اللي اتلعبت، كنت شارك في ثلاث مباريات وكان له هدف مؤثر جدا في بتروجيت. لكن برضو الاجتهادات الصحفيه والحاجات الاعلاميه انا على فكره ما بلومهمش، بالعكس من حقهم يقولوا كل حاجه، سواء كان ده قريب من الحقيقه او بعيد عن الحقيقه او له علاقه باي شيء او يعني له تواصل او له وجهات نظر، ما يعني مش 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 هلومهم عليها يا كابتن اسلام. لكن زي ما قلت لك لا الراجل طلب لا عماد طلب، وهو مهم جدا بالنسبه لنا، ولا قعدنا مع الناس سواء داخليا او خارجيا، بالعكس زي ما قلت لك احنا بنحافظ على نجومنا، تمام، بنحافظ على لعيبتنا وهم عارفين كده كويس وعارفين الدور ده كويس، لكن اللي انت بتقوله ده لم يحدث يعني. طيب خليني برضو أسأل حضرتك في طبعا المنتخب الأولمبي طبعا ودع بطولة أفريقيا، وفي عدد أولا رأي حضرتك في والأسباب من وجهة نظر حضرتك، وفي نفس الوقت كيف ستتعامل مع لاعبي النادي الأهلي بقى بعد عودتهم، هيتعامل معهم إزاي؟ طبعا أنا حزين جدا على عدم وصول المنتخب، يمكن أنا شايف أن القدرات اللي كانت موجودة قدرات هائلة جدا، لكن في السؤال اللي كنا اتكلمنا فيه في البطولات الصغيرة، المنتخب الاولمبي وجهه نظر شخصيه هو احسن منتخب موجود في الثمانيه اللي موجودين، احسن من السنغال نفسه، تمام، لكن وده يحسب على الاتحاد الافريقي، تحسب على الاتحاد الافريقي بشكل كبير جدا، تحسب على الاتحاد الافريقي ان انت تقيم بطوله مهمه زي ديت ليها مردود مهم جدا في الوصول للاولمبيات وتعملها على نجيله صناعيه، ايه ده يعني؟ ده النجيله كان مقصر طبعا طبعا، قدراتك محدوده جدا، ملعب ضيق جدا، مش مناسب جدا، الجو صعب جدا، تمام، في مراحل بقى في البطوله زي اللي انا بقولها لك بترتبط بالاحداث والظروف الصغيره. مباراه نيجيريا انت يعني ليها عامل مهم قوي، ظلم التحكيم اللي تعرض ليه المنتخب المصري، عمل ضغط على اللعيبه بشكل كبير جدا في مباراه مالي الاخيره، تمام، وده يعني كان له الاثر السلبي بقى ان انت تبقى الشوط الاول
خسران 2-0 في مباراة انت لو كسبتها تتصدر فيها المجموعة ايا كان الترتيب، هتبقى مطالب ان انت يتحقق تعادل يتحقق مكسب، لكن هتسيب اللعبة التانية اللي هي مباراة الجزائر والنيجيريا اللي فيها ضرب نار وانت قاعد مرتاح يعني. فاعتقد ان في عوامل اثرت على عدم وصول المنتخب الاول، منها المنتخب الاولمبي اسف، منها نمرة واحد نجيل الصناعية والمكان اللي تلعب عليه المجموعة بتاعت مصر، وبالمقارنة لمجموعة السنغال مثلا تلعب على الاستاد الكبير، تلعب على اجواء احسن شوية طبعا، لكن في النهاية هي دي كرة القدم، حدش يقدر يتكلم فيها يعني. لكن الاحداث الصغيرة اللي انا بقولك عليها، المباراة الصغيرة المتلاحقة بترتبط باحداث وترتبط بظروف وترتبط بحالة، وكانوا لعبوا مجموعة يعني مجموعة واحدة بس في الثمان فرق اللي موجودين بما فيهم السنغال وجنوب افريقيا وتونس وزامبيا والجزائر ونيجيريا ومالي ومصر طبعا. اعتقد ان مصر كانت نمرة واحد في بلا جدال وبلا نقاش يعني. لكن حالة الملعب الصناعي من وجهة نظر شخصية اثرت كتير جدا جدا جدا، مباراة نيجيريا والظلم التحكيمي اللي تعرض عليه، وخصوصا الاثنين بينالتي اللي اتحسبوا على منتخب مصر، حط ضغوط شديدة جدا على المنتخب في مباراة مالي. المنتخب الاول شايفه ان ده يعني خروج المنتخب الاولمبي ده هيأثر، هيكون ليه مردود سلبي على المنتخب الاول ولا لا؟ لا، في فصل، في فصل جديد يعني، في فصل ما بين ده وده تأكيد. وبعدين احنا يعني صحيح في 5-6 لعيبه من المنتخب الاولمبي في موجودين في المنتخب الاول، لكن انت كل واحد هيرجع فرقته وكل واحد هيبقى يتعامل كده، وبعد كده هتبقى عندك فرصه قبل مباراه نيجيريا اعتقد انها في شهر 3 يعني، فعندك مساحه من الوقت يعني. الاهلي هياخد دوري السنه دي؟ اتمنى طبعا بالتاكيد، وبنشتغل على كده وهدفنا كده، ولكن دايما اللي بتوعد بيها كابتن اسلام ان مفيش حد لا جهاز فني ولا اداري ولا لعيبه هي يعني هيأثر بنقطه عرق واحده او هيبخل بنقطه عرق واحده في سبيل ان انت تعمل حاجه لناديك، تعمل حاجه لجمهورك، تعمل حاجه لنفسك باذن الله تعالى. اكتر شخصيه اثرت في سيد عبد الحفيظ خلال مشوارك سواء كلاعب او مدرب مدير كوره؟ الشخصيات اللي في المجال ولا الشخصيات الخارجيه؟ براحتك، وليك العدد اللي انت عايزه يعني، براحتك، ممكن يكون في اكتر من شخصيه. مراتي طبعا. ماشي، دي انا عارف. اللي بعده. الشخصيات المؤثره فيا يعني، وانا لاعب كان بيعجبني جدا جدا يعني طريقه لعب كابتن علاء مهوب جدا، وكان بيعجبني طريقة لعب فيجو طبعا نجم البرتغال، دي من الشخصيات على المستوى الفني يعني. لكن لا، أنا بتكلم في حد أثر وفرق معاك على المستوى الشخصي، سواء بنصيحة، سواء من التعامل معاه، من كتر التعامل معاه على كابتن طارق سليم يعني. انا عارف ان يعني لا، ده انا قلت لك جاوبتك في الاول يعني. في الاول انا كنت محظوظ زي ما قلت لك ان انا اشتغلت مع قيم في على المستوى الاداري، تعلمت منهم حاجات كتير جدا واستفدت بشكل كبير جدا طبعا يعني. ما فيش مثلا يعني، هل في موقف حصل بينك وبين كابتن طارق سليم انت اعتقد حضرت كمان كابتن صالح يعني؟ يعني موقفين بس في الاخر كده. كان كابتن صالح وكان في الوقت اللي انا كنت بلعب فيه يعني، توفى هو 2002 تمام، لكن كنت انا موجود من 96-97 على مدار 6 سنين يعني. فالكلمات دايما كانت كلها زي ما قلت لك، كانت كلها رايحه في اتجاه موقف يعني. احكي لي موقف طريف، موقف انت غيرك في موقف مع كابتن صالح يعني، موقف برضو ما يتنسيش ابدا. لا ما يتنسيش يعني، في الفتره اللي هي ما بين 2000 او 2002 كده كان برضو البطولات مش موجوده بشكل كبير يعني تمام. فانا كنت ساعتها بدات يبقى ليك، كان في نجوم رحلت واعتزلت وهكذا، فقال لي جمله برضو في منتهى الاهميه يعني، كان في عناصر جديده، كان في رضا شحاته، وكان في ابو مسلم، وكان في وائل رياض، وكان في حسام غالي، وكان في ابو المجد، وكان في اشرف امين، وكان في سعد عبد العزيز، وكان في مجموعه من الشباب كتير قوي في الفرقه في الوقت الحالي. فقال لي لو المبدا بتاع النادي الاهلي خرج بتبقى صعب شويه ان هو يرجع،
دايما المبادئ هي اللي تقدر تحافظ عليها. البطولات هتيجي بشخصية النادي، هتيجي بروح النادي، هتيجي بإمكانيات النادي، هتيجي بقدرات النادي، لكن المبدأ نفسه هو دايما اللي تحافظ عليه، ان اللعيب يفضل لعيب، ان اللعيب مفهوم يبقى لعيب، وان الجهاز الفني هو الجزء الجهاز الفني، وان علاقة الجهاز الفني باللعيبة هي علاقة يعني العلاقة اللي كل واحد عارف دوره، تمام. لكن على المستوى البطولات هتيجي، لكن المبادئ هي اللي تقدروا تحافظ عليها. يعني انت طموحاتك هتفضل واقفة عند مدير الكرة، ولا انت عندك طموحات اكبر انك تبقى في مجلس الادارة فترة من الفترات، تبقى رئيس النادي فترة من الفترات؟ يعني معظم الاسماء اللي تولت في النادي الاهلي منصب مدير الكرة اصبحوا بعد كده رئيس النادي الاهلي، او ابرزهم زي كابتن صالح، كابتن حسن حمدي. فهل انت ليك المخطط دوت ولا لا؟ انت تعرفني بقالك بتاع 17 18 سنه، يعني انا بكره ما بفكرش فيه، يعني بكره اللي هو بكره على المدى البعيد، بكره اللي اقصد بيه المدى البعيد، يعني انا ما بفكرش في المدى البعيد ده خالص. المدى البعيد ده ممكن ما تبقاش موجود على اصل على ظهر الدنيا اساسا يعني، لكن انت بتفكر في الوقت الحالي، ايه اللي ممكن تعمله في الوقت الحالي، ايه الدور اللي انت مطلوب منك في الوقت الحالي، الافكار اللي ممكن تساعد في الوقت الحالي. لكن بعد 4 سنين، بعد 5 سنين، بعد 6 سنين، لعل يعني ما تبقاش موجود، ان ربنا سبحانه وتعالى ما يبقاش يعني كاتب ليك مد او اجل اكبر من كده، فما تجهدش نفسك. ممكن يكون غلط على فكرة، يعني ممكن اكون اقتناعي ده او الطريقة اللي بفكر فيها ممكن ما تبقاش صح، لكن ده اللي انا مقتنع بيه، تمام. لكن في فرق ما بين الرضا والطموح، تمام. دايما بيبقى عندك طموح، لكن بترضى باللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه، واللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ارتضى ليك خلاص، فانا ارتضيته انا كمان، او يعني قدره ليك وانا ارتضيته، اللي ربنا سبحانه وتعالى قدره ليك وانا ارتضيته. لكن هلوم نفسي جامد جدا لو كان عندي مساحه ان انا اجتهد اكتر وما عملتش كده. بس بتاع 10 سنين 15 سنه 5 سنين هتبقى ايه؟ لا، ما مش من النوع ده انا في التفكير يعني. طيب اخر سؤال، هل ان عملك الاعلامي فرق معك في التعامل مع الاعلام والتعامل وبيساعدك في شغلك كمدير للكره في النادي الاهلي؟ ممكن يبقى اداني خبره شويه في التعامل مع الاعلام، مقتنع تماما ان هم لهم دور، مقتنع تماما ان هم لهم برضو يعني جزء كبير جدا من ان انت تتعامل معهم. شغلهم بيغطوا اكبر نادي في افريقيا ونادي القرن، فوضع طبيعي ان يبقى كل شويه لازم يبقى عندهم اخبار وعندهم احداث وعندهم حاجات. لكن كمان زي ما انت بتبقى حريص على شغلك، انا كمان ببقى حريص على شغلي، تمام. ففي بعض الاوقات بيبقى في قفله شويه لمصلحه الشغل عندي، تمام. لكن العلاقه علاقه احتراميه متبادله زي ما قلت لك، يعني انت ليك عايز تكتب اي حاجه اكتبها براحتك على الاخر، براحتك على الاخر يعني. لكن طالما ما فيهاش تجاوزات او فيها اهانات ولا حاجه، فيها انتقاد او فيها وجهات نظر، دي حاجه حق. لا، وانا يعني للامانه اشهد لك، يعني بتكلم كصحفي والتعامل مع الصحفيين والاعلام بصفه عامه، في وجود حضرتك ما بيكونش فيه مشاكل وبيكون فيه مصداقية. يعني حتى لو انت بتبقى وده حضرتك تماما بتخبي مثلا معلومة او ده بتضحك ليه، لا، لكن في النهاية ما بتضللش الرأي العام، او ما بتطلعش تقول حاجة مخالفة للصحفيين او الاعلاميين. انا هقول لك اللي انا عايز اقوله، بتسأل بقالك ساعة ونص بتسأل اللي انت عايزه خلاص، لكن انا هقول اللي انا عايز اقوله، عايز هقول اللي انا عايز اطلعه. خلي بالك ده مبدأ، انا اسال انت اللي انا عايز اساله وحضرتك تجاوب زي ما انت عاوز. لكن في النهايه، وده اخر بقى سؤال بجد، نفسك تحقق ايه انت ما حققتوش على المستوى الشخصي، على المستوى العملي، نفسك تحقق ايه انت ما حققتوش؟ اخلص من الحوار ده. شكرا. نورت المكان. بشكر كابتن سيد عبد الحفيظ، طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي ومدير الكره في النادي الاهلي، ونلتقي ان شاء الله بكره باذن الله.